التحايا لكم مشاهدينا، وتحايا الصحة والعافية للجميع. ودائما من خلال صباح السبت ننقل نبض الحياة في مختلف المساحات السودانية، ونتحدث عن مختلف التحديات وكيف يمكن أن نتجاوز هذه التحديات. في 3 ديسمبر القادم يحتفي العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الحديث دائما نتحدث في خطوات ومشوار كبير لمواجهة مختلف التحديات والنجاح في مواجهة التحديات لذوي الإعاقة. سعداء في هذه المساحة أن يكون معنا الأستاذ عبد الفتاح يعقوب عبد الله، مدير مركز التدريب والتأهيل بجمعية أسرتنا السودانية للأشخاص ذوي الإعاقة. مرحب بك وصباح الخير. مرحب بك وصباح النور، وإن شاء الله يوم سعيد علينا وعليك. مرحب بك. وخلينا بداية، وقبل ما نتحدث عن التحديات المختلفة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، نتحدث عن الجمعية نفسها وممكن أن تقدم جمعية أسرتنا. جمعية أسرتنا السودانية للأشخاص ذوي الإعاقة هي منظمة عبارة عن جمعية وطنية طوعية غير ربحية، أسست عام 1999. فيها مجموعة من البرامج اللي بنقدمها. عندنا 4 برامج أساسية داخل الجمعية، من خلالها بنقوم بتقديم الخدمات لمعظم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسر ذوي الإعاقة. البرامج الموجودة عندنا في المركز هو برنامج CBR، اللي هو برنامج التأهيل المجتمعي أو التأهيل المبني على إشراك المجتمع، وده برنامج قاعدي عندنا فيه مجموعة من المتطوعين بيقوموا بتقديم خدمات كبيرة جدا جدا داخل المجتمعات في العديد من المناطق الموجودة في ولاية الخرطوم. صحيح. وقبل ما نتكلم عن الخدمات المختلفة ونتكلم عن الحقوق وغيرها، عايزين نعرف يعني هو المركز بالنسبة للجمعية، الجمعية مجمل نشاطها غير المركز اللي بتقدمه شنو، عشان في توالي نقدر نتحدث عن المركز نفسه. تمام. زي ما قلت لك، عندنا البرنامج بتاع التأهيل المجتمعي المبني على إشراك المجتمع، هو برنامج السي بي آر، واحد من برامج المركز. وعندنا البرنامج بتاع التأهيل العلاجي والشغل بتاع الفيزيو سيرابي. أنا بتكلم عن الجمعية خاصة بالجمعية، كل البرامج دي هي البرامج اللي بتقوم بها الجمعية. 4 برامج أساسية. في البرامج بتاع المشروعات وإدارة البرامج والأنشطة داخل الجمعية، والبرنامج الأخير هو البرنامج بتاع الفي تي سي اللي هو الفوكيشنال تريننج سنتر، وهو مركز التأهيل والتدريب المهني اللي أنا مسؤول منه ومديره. وموقعنا يا هو نحن في جامعة الأحفاد، شرق جامعة الأحفاد، ومشكورين صراحة ناس جامعة الأحفاد لأنه من خلال شراكتنا الطويلة جدا معاهم من 99 نحن مستضافين في الأرضية الموجودة. والشراكات دي هي موجودة دائما يعني في مجتمعنا السوداني، ودائما بنعول عليها في انه هي الشخصية السودانية نفسها عندها البصمة الرائدة في الحديث عن يعني الخدمة المجتمعية وغيرها. زي ما ذكرت هي برامج مختلفة، ولكن هي خاصة بالمجتمعات اكثر والتعريف بحقوق ذوي الإعاقة وغيرها. ويمكن دي بتحتاج لتشابكات وتشارك مع يعني القاعدة، تكون عندها حاضنة شعبية وغيرها. فلكن هذه الحاضنة لابد من التعريف بداية للحاضنة التي يمكن ان تتبنى هذه المشروعات بحقوق ذوي الإعاقة. خلينا بداية نتكلم عن هذه الحقوق من جانبكم يعني كجمعية، ما يمكن أن يقدم لذوي الإعاقة في الجانب التثقيفي للمجتمع. كويس. الجمعية تحديدا في البرنامج التوعوي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم والتبصير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، نحن عندنا مجموعة من الاستراتيجيات والبروتوكولات اللي قاعدين نستخدمها في توصيل الرسائل دي. منه هو البرنامج بتاع التدريب المهني والتأهيل والتدريب، وهو برنامج صراحة طويل وبنستقبل فوقه مجموعة من الأطفال. ونحن عندنا هسه حاليا داخل المركز أكثر من 125 طالب وطالبة من ذوي الإعاقات المختلفة قاعدين يتلقوا خدمات ودورات تدريبية بتستمر لمدة 3 سنوات. بعد ذلك بيتخرجوا الطلاب من داخل المركز وبيتم تمليكهم المشروعات، وجزء منهم بيتم توظيفهم في بعض المؤسسات اللي نحن عندنا معاهم شراكة وتشبيك وبعض الشركات من باب المسؤولية المجتمعية، وبإشراف كامل وتام من وزارة العمل والإصلاح الإداري،
وعندنا شراكه برضه ومذكرات بتاع تفاهم مع ناس اداره التربيه الخاصه وزاره التربيه والتعليم، هم مشرفين برضه علينا. وبعد ذاك بعد ما يتم تخريج الطلاب بيتم تمليكهم المشروعات دي، وبعد ذاك بينخرطوا في حياتهم بشكل عام في المركز. المهارات المختلفه وفق المهارات حيتكلم عن المشروعات كلها تفصيلا، لكن هو السؤال دائما عن الشراكه المجتمعيه خلينا نتكلم فيه عنه في زاويه ثانيه، يعني في الجانب لانه عشان ما تجمع مجموعه من الاصحاب او ذوي الاعاقه من مختلف المساحات، يعني هو خاص بالخرطوم او الولايات، فممكن برضو تحتاج لي، احنا الان بنتكلم عن مجموعه موجوده داخل المركز، فالاشكال دي من البرامج او المشروعات دائما بيعتمد على الداتا اكثر والبيانات، فكيف يمكن انتم تحصلوا على البيانات؟ كيف بيصلكم ذاتهم اصحاب الاعاقه يصلوكم لحد المركز وغيره؟ تمام، زي ما قلت لك ان احنا البرامج حقتنا هي برامج متكامله ومتشابكة. برنامج الـ VTC الرافد له الأساسي هو برنامجنا بتاع الـ CBR اللي هو البرنامج القاعدي. عندنا فيه مجموعة من المتطوعين موجودين على مستوى ولاية الخرطوم، هم بينشروا الوعي داخل المجتمعات وبيكتشفوا حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد ذلك بيتم إحالتهم وتحويلهم للمركز عشان يتلقوا خدمات. الأشخاص اللي ما بيقدروا يستفيدوا من خدمات المركز أو المركز ما قدرت تقوم تلبي احتياجاتهم بيتم إحالتهم لمراكز أخرى، ومن خلالها بيتم ربطهم بمقدمين خدمات أخرى عشان يقدروا يستفيدوا من الحاجة دي. اللي هي القاعدة الطوعية أكثر، القاعدة يعني الطوعية منها القاعدة الطوعية. القاعدة خلينا الطوعية. برضو في إطار المشروعات نتكلم عن، هي طبعا بداية أن يمشي ذوي الإعاقة في طريق إنه هم يحصلوا على حقوقهم لابد من التعريف بالحقوق، ويمكن ده كان سؤالي الأول في إنه هي البداية بالتثقيف عن الحقوق، فخلينا برضو يعني نتكلم في الجوانب دي، مشروعاتكم في إطار تعريفهم هم بحقوقهم وتعريف الأسر كمان حتى للأطفال ذوي الإعاقة وغيرها بالحقوق المختلفة لذوي الإعاقة. نحن عندنا مجموعة من البرامج من خلالها بيتم نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الورش، الدورات التدريبية، عبر الحملات بتاعت التوعية اللي بنقوم بها، وعبر الاحتفالات اللي بتقام زي السي برنامجنا واللي احنا مقبلين عليه في 3 ديسمبر، وهو برنامج ثابت درجة الأمم المتحدة في أنه تخصص يوم 3 ديسمبر باعتباره هو يوم عالم للأشخاص ذوي الإعاقة. الهدف الأساسي منه هو التعريف بحقوقهم ونشر وعي حولهم وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وربطهم بمقدمين الخدمات، وأنه كيف يستفيدوا بأكبر قدر ممكن من خلال الخدمات اللي قاعدة تقدمها المراكز كلها وكل الجمعيات والمنظمات اللي بتقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. طيب خلينا مباشرة نتكلم عن اليوم العالمي لذوي الإعاقة واحتفالكم وما يشمل هذا الاحتفال. درجة الجمعية أصلاً في كل عام أنه نحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه إحنا مباشرين في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومناصرين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإعلام ومن خلال تضافر مجموعة من الجهود. اليوم العالمي للإعاقة هذا العام نحن بنحتفل به مع مجموعة برضو من المؤسسات الأخرى، حنحتفل في 3 ديسمبر وحنحتفل في يوم 10. في 3 ديسمبر حيكون بشراكه مع المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، حيكون احتفال كبير جدا جدا، فيه مجموعه من البرامج المصاحبه له، برضو بنقدم لكم دعوه مباشره في انه ممكن تجوا تبثوا الحاجه باعتباركم انتم جزء من الاليات بتاعت المناصره وجزء من الاليات اللي ممكن تخدم الاشخاص ذوي الاعاقه في التعريف بحقوقهم، يعني عبر المسرح، الموسيقى، عبر مجموعة من الأنشطة اللي بنقوم بها طبعا بشكل مباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وهم أنفسهم هم اللي بيقودوا عمليات البرمجة والتنفيذ وعمليات التخطيط للحاجة دي. والجمعية الحمد لله لغاية اللحظة فيها أكثر من 50% من الموظفين داخل الجمعية هم من الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة حددت بشكل واضح، وحتى قانون الأشخاص ذوي الإعاقة السودان حددت بشكل واضح جدا جدا أن مشاركتهم في الحقوق دي، ونحن فقط مناصرين ما أكثر ولا أقل، وهم أصحاب حق وهم اللي بيقودوا الحاجة دي للأمام، بدونهم ما في عملية ممكن تتم. ويمكن ده السؤال اللي كنت فيه عايزة أسأل عنه، في إشراكهم هم من خلال العمل، ودائما يقيننا إنه هو صاحب الحاجة هو الأكثر يعني جهد في إنه هو يكون في الطريق ده، في إنه هو قادر على إنه يتجاوز مختلف التحديات اللي بتواجه كل المشروعات المطروحة،
في إطار المشروعات المختلفة للاحتفاء باليوم العالمي، وزي ما ذكرت هي شراكات مختلفة إذا كانت من إطار المؤسسات أو الإطار المجتمعي. خلينا نحن في جانب آخر نتكلم عن الرؤية المستقبلية للجمعية أو حتى من خلال المركز ما يمكن أن يقدم مستقبلا لذوي الإعاقة. نحن صراحة في الجمعية، وباعتبار أنه المركز هو جزء من برامج الجمعية، عنده خطط خاصة به. هو الجمعية بشكل عام عندنا إحنا خطة استراتيجية وفيه مجموعة من البروتوكولات أن إحنا ممكن نقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترات الجاية. عندنا إحنا ساعين صراحة لتوسيع باب الشراكة والتشبيك، لأنه الهدف ما فقط أنه الناس تقيم برامج وزي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ما الهدف أنه الاحتفال، لكن الهدف هو التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح قنوات أكثر من خلال أنه نحن كيف نعمل على كسر الحواجز اللي بتغلق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها واحدة من الموانع اللي بتحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم بشكل أساسي. تحقيق وتحسين فرص الحصول والوصول للخدمات ما بتتم إلا عبر البرامج. لذلك نحن في استراتيجيتنا واحدة من البرامج الأساسية الآن نحن قاطينا في الفترة المقبلة أنه نزيد الفرص بتاعت الدورات التدريبية، فرص الورش، فرص الحملات التوعوية الخاصة بالحقوق، وعلى أساس أنه الأشخاص ذوي الإعاقة يحصلوا على المساواة. نحن من خلال شراكتنا مع المؤسسات الكبيرة صراحة ظاهر تماما أنه الأشخاص ذوي الإعاقة في حواجز وصول، حواجز وصول مكانية طبعاً، حواجز وصول للتعلم وللصحة ولحقوق مختلفة. بالضبط صح. بالضبط بالضبط كده. نحن بنعمل مع بعض على كسر هذه الحواجز. من حواجز الوصول مثلا في المبنى مصفوفة البناء حتى الوعي في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة هو محتاج شغل صراحة، وده بيحتاج إنه يعني الناس تطرق على الموضوع وتكون هذه الحقوق مملكة زي ما ذكرت للمجتمعات، وده بيأتي من خلال الشراكات المختلفة. حتى الاحتفاء زي ما ذكرت هو شكل للتعريف بهذه الحقوق. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا أستاذ عبد الفتاح يعقوب عبد الله، مدير مركز التأهيل والتدريب جمعية أسرتنا السودانية. شكرا لك.